Are you starting? This is the top. Yeah, this is the start. Okay. Action. صباح الخير، أنا رزان وهذه نشرة بليز الخاصة بك. تهانينا لفريق كرة الطائرة ليدي بليز على فوزهم ليلة الأمس. لقد تقدموا إلى القسم وسيلعبون غدا في الساعة 7 إلى الفرنس. إذا فازوا سيتقدموا إلى البطولة إلى بطولة ولاية تينيسي لكرة الطائرة الأسبوع المقابل. TSSAA سنستضيف بطولة ولاية الكرة الطائرة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المقابل. سيكون جزء من البطولة خلال النهار، وسيتم إغلاق الصالة الرئيسية خلال هذا الوقت. سيجتمع نادي اللول الألمانية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في الساعة 43 في الغرفة E5. أي شخص مهتم بالجري يرجي الحصول على فحص طبي محدث أو إكمال جميع أوراق فان وفورمز المطلوبة. من يجب إكمال أي شخص مهتم بالجري يرجي الحصول على فحص طبي محدث وإكمال جميع الأوراق المطلوبة من فان وفورمز. يجب إكمال ذلك هذا الخريف. يجب أن يتم إكماله والموافقة عليه قبل السماح لك بالحضور إلى أي تدريبات. ستأني المزيد من المعلومات حول التدريبات قريبا. لمن يهتم بالموسيقى، هناك نادي جديد في بلاكمن، نادي إنتاج الموسيقى، حيث يمكنك تعلم كيفية إنشاء تقديم وتلقي الملاحظات على مقاطعك الموسيقية. لا تحتاج إلى أي خبرة، وسنساعدك على تحسين مهاراتك مهما كان مستواك. سيكون اجتماع الاهتمام من 3:35 إلى 4 في الأسلار مساء. نحن لا زلنا نبحث على قاعدة. تأكد من الاتصال الآنسة والترس أو جريد غارنر للحصول على مزيد من المعلومات. ببيع هوس سيقوم نادي قلائد مضيئة وردية ونظارات شمسية خلال الغداء من 14 إلى 18 أكتوبر. القلائد بسعر $1 والنظارات الشمسية بسعر $3 نقدا فقط. أي شخص مهتم بلعب التنس في الربيع المقابل يحتاج إلى زيارة غرفة C4 المدرب ميدوز. سيتعين على الملاعبين المحتملين الحصول على فحص طبي محدث وإكمال جميع الأوراق فان وفورمز المطلوبة من قبل أن يتمكنوا من تجربة اللعب. ستأني المزيد من المعلومات حول التجارب لاحقا هذا الشهر. تراكر تريت سيحدث في 30 أكتوبر. احفظ حولك وتأكد من تسجيل منظماتك. هناك تجمع تشجيعي يوم الجمعة. موضوع التجميع هو الشاطئ. ستقام مباراة باكيارد برو يوم الجمعة ضد ريفرديل. طبعاً تبدأ اللعب في الساعة 7 مساء في بار سميث فيلد في الإنفيرنو. كن هناك، الموضوع هو بلاك أوت. أتمنى لكم يوماً سعيداً وGo Blaze.